نظراً لتطورات انتشار فيروس كورونا وسعي للحد من هذا الانتشار، تعمل مديرية صحة حلب حسب توجيهات وزارة الصحة لاتباع خطة للتوسع بمراكز التلقيح من خلال فتح كافة المراكز الطبية لتقديم خدمة التطعيم ضد الفيروس واستخدام الفرق الجوالة لهذه الغاية. طبعا هو اللقاح ما له تأثيرات، يعني هلأ دائما الناس بتسألنا كتير عن تأثيراته، بتخوفوا من تأثيراته الجانبية. التأثيرات الجانبية اللي بتصير بعد أخذ اللقاح هي أعراض كتير خفيفة، بتعطي ألم مكان الحقن، بتعطي حرارة، صداع. عندنا 22 مركز صحي عم بقدم خدمة تطعيم ضد الكوفيد، وعندنا كمان إضافة لفرق جوالي عم بتشتغل معنا أحيانا في بعض الفترات من الشهر. النتائج المخبرية عم بتدل إنه الوباء بذروته، فمدير الصحة حلب وزارة الصحة طبعا باستنفار وزارة الصحة طبعا كلياتنا مستنفرين هلا حتى نغطي ونطعم أكبر عدد من المواطنين. كان الإقبال ضعيف بعد العالم بشكل عام، يعني لما بيتلقح فرد بعيلة عم بيشجع بشوفه أنه ما صار في مشاكل كذا، عبيجوا الباقي في إقبال جيد الحمد لله على اللقاح. بيجي المريض معه صورة هوية بنعطيه استمارة بعبية. تباينت آراء المواطنين حول أخذ اللقاح، فبعضهم أبدى تخوفه من نتائجه والتي قد تؤدي إلى الموت، والبعض الآخر لا علم له بمراكز اللقاح، وشريحة أخرى أكدت على الالتزام بأخذ اللقاح ولم تلاحظ أي آثار سلبية بعد أخذه. والله أنا يعني شكرا الله ظاهر مناعتي كويس، يعني الجرعة الأولى أخذتها ولا في أي أعراض، الجرعة الثانية ولا في أي أعراض. جوزي الجرعة الأولى شوي هيك برد، مو برد، عرق يعني. لسه ما لنا متأكدين، يعني ما لنا ضمنانينه بالمية مية. والله ما بنعرف فين المكان. يعني عم بقولوا له أضرار كمان لقاح كورونا، مشان هيك عم بخاف منه أنا. لسه ما خطرت لي، يعني ما في وقت وانشغالات وكذا، بس اكيد يعني بقرب فرصه. انا ما اخذت اللقاح، لقاح كورونا، لاني ما عندي اختلاط كثير مع الناس. منه بقولوا بموتوا، منه بقولوا اذا تلقح، وهلا في دكتور قال لي خذوه لانه ما في شيء. اللقاح هو اللي قواني، وجد لازم كل الناس تلقح، وما حدا يعني ينغش ويقول له عوارض او باذي او بيموت، هذا كله حكي فاضي. ضروره اتخاذ خطوات اكثر فعاليه لضمان الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة بخصوص التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وتحديدا في هذه المرحلة التي تشهد زيادة في معدلات الإصابة، وأهمية رفع درجة الوعي بين المواطنين للتقيد بالإجراءات الاحترازية وتشجيعهم على أخذ اللقاح باعتباره الخيار الأكثر انسجاما مع الواقع الصحي والاقتصادي الحالي والتجارب الدولية. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء.